التعليق على الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب الصحفي الفلسطيني الاستاذ عز الدين ابراهيم. اهلا بكم الى استوديو رافدين استاذ عز الدين. اهلا بكم، حياكم الله. حياك الله. هناك انباء عن بدء فتح مشاورات تشكيل حكومه من فصائل منظمه التحرير بعيدا عن مشاركه حماس في هذه الحكومه، كيف تقرا هذه الخطوه؟ يعني للاسف الخطوه هذه لا يمكن قراءتها الا بما عبرت عنه الفصائل الفلسطينيه مجتمعه، بيانات ومواقف الفصائل الفلسطينية مختلفة، ليس حماس فقط، حماس والجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية والجبهة الشعبية والديمقراطية وفدا وغيرها من الفصائل كلها أجمعت على أن هذه الخطوة هي تأتي في إطار ترسيخ الانقسام وزيادة حالة التشظي في الشارع الفلسطيني وفي الخريطة السياسية الفلسطينية. للأسف الرئيس محمود عباس وحركة فتح تحاول أن يعني تبذل أي جهد لفك العزلة الوطنية التي فرضها عباس على حركة فتح. فتح للأسف الآن تعاني من عزلة وطنية، هذه ليست المحطة الأولى التي يكون فيها أو تكون فيها حركة فتح وحيدة. رأينا كيف أنه في يعني اجتماع المجلس الوطني الأخير في رام الله كيف عذرا، ولكن قاطع. إذا كانت فتح في عزلة، ولكن هي الآن التي تشكل حكومة جديدة بعيدا عن حماس باستطاعتها تشكيل حكومة، لكن حكومة فتح وليست حكومة فصائل فلسطينية ولا حكومة وحدة وطنية، هي حكومة فتح. يعني فلتقل فتح هذا بشكل واضح. الفصائل كلها رفضت هذا الحديث عن تشكيل حكومة فصائلية، فبالتالي عن أي حكومة وحدة أو أي حكومة فصائلية نتحدث. هنالك سعي من محمود عباس وحركة فتح للأسف يعني معاقبة حركة فتح وعفوا معاقبة حركة حماس والظهور بأنها فتح لم تخسر شيئا وأن فتح يعني مستغنية عن المصالحة، وهذا عبر عنه للأسف عزام أحمد اليوم عندما قال أن يعني لسنا بحاجة لحماس ولسنا بحاجة للشراكة مع حماس، فبالتالي فتح هي التي اختارت الانقسام وهي التي اختارت أن تبقى منعزلة عن الشارع الوطني. نحن نتحدث يا سيد الكريم الآن عن رفض فصائلي كل لما تقوم به فتح، ليس فقط في موضوع الحكومة بل في كل الخطوات التي قام فيها فتح في الفترة الأخيرة، الفصائل الفلسطينية كلها رفضت. يعني حتى أنا يعني دعني أعرف قليلا موضوع الانقسام، يعني الانقسام يكون بين طرفين، نحن الآن أمام انقسام بين حركة فتح التي تقود السلطة الوطنية أو السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل الفلسطينية بما فيها فصائل اليسار وحماس والجهاد من جهة أخرى، فبالتالي لا يمكن لنا إلا أن نتحدث عن حالة عزلة لحركة فتح تحاول من خلال هذه الحكومة الظهور بأنها يعني لم تخسر شيئا وبأنها ما زالت ممسكة بمقاليد الأمور. يعني حماس لا زالت إلى الآن تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، هل هناك من معلومات عن توافق فيما بين الفصائل الأخرى مع حماس من أجل تشكيل هذه الحكومة؟ يعني حتى نكون صريحين، تشكيل حكومة بدون حماس غير ممكن، وتشكيل حكومة بدون فتح غير ممكن. حماس وفتح هما الفصيلان الرئيسيان في الشارع الفلسطيني، شئنا ما بين اختلفنا ام اتفقنا مع حماس وفتح، فبالتالي لا يمكن ان يكون هناك حكومة حقيقية، حكومة وحدة وطنية او حكومة تقوم بواجباتها بدون ان تكون ممثلة بفتح وحماس اللذان فازتا في الانتخابات الأخيرة. فبالتالي يعني حتى لو كان هنالك اجماع من اليسار الفلسطيني او تقارب من اليسار الفلسطيني مع حركه حماس دون حركه فتح، فبالتالي سنعود الى ذات المربع وذات المشكله. يجب ان تعود حركه فتح وان تنزل حركه فتح عن السلم الذي صعدت اليه وان تعود الى الاجماع الوطني. الكل الفلسطيني الان فتح وعفوا حماس والجهاد والشعبيه والديمقراطيه كلهم يدعون حركه فتح الى العوده الى الخيال الوطني، الى العوده الى برنامج وطني حقيقي، والتخلي عن لغه التفرد والتخلي عن يعني لغة الإقصاء الذي يقوم به محمود عباس، والعودة إلى حضن الوطن وتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية. هل محمود عباس بالزيارات الأخيرة التي قام بها أخذ ضمانات من أجل تشكيل الحكومة؟ هل هناك تأثير لهذه الزيارات في اتخاذ قرار تشكيل الحكومة دون حماس؟ يعني لا شك أن هنالك يعني حالة من الإرباك يعني يشعر بها الرئيس محمود عباس تجاه المواقف الإقليمية ومواقف الدولية تحديدا. يعني لاحظنا على سبيل المثال أن زيارة إلى القاهرة لم تكن على ما يرام، كان هنالك حديث عن خلافات بين محمود عباس والسيسي فيما يتعلق بالعلاقة مع حماس، السلطة الفلسطينية غير راغبة أيضا بالمرة بالمطلق بما تقوم به القاهرة من حوارات ومن هل هناك إملاءات على محمود عباس من أجل تشكيل الحكومة؟ بالعكس أنا قلت لك في البداية محمود عباس ربما لجأ لهذه الخطوة يعني يخفف من آثار العزلة التي فرضها على نفسه،
عزلة وطنية وربما عزلة إقليمية بعض الشيء من خلال يعني بعض المواقف التي ظهرت في زيارته إلى القاهرة تحديدا. فبالتالي ربما هذه الخطوة من محمود عباس كما أسلفت هي ليقول للشعب الفلسطيني وليقول الحزب ما زلت أنا ممسكا بمقاد الأمور وما زلت قادرا على إدارة الدفة. فبالتالي يعني لا أفترض أن هذه ضغوطات بقدر ما هي خطوة أو يعني خطوة أو قفزة للأمام من قبل محمود عباس. حكومة الحمد الله التي كانت تحظى بالتوافق بين أو تسمى بحكومة التوافق، الآن إذا ما قدر لفتح أن تقوم بعمل حكومة جديدة تكون بعيدة عن حماس وعن باقي الفصائل، ما الذي سيجري في قادم الأيام في الشارع الفلسطيني؟ يعني منذ سنتين تقريبا سلطة أو الحكومة الفلسطينية حكومة الحمد لله فقدت يعني صفة الحكومة الوفاق الوطني بعد التراجع عن الاتفاقات التي تمت بين حماس وفتح. بالتالي لا يمكن أن نطلق عليها حكومة وفاق وطني. كان هناك محاولة من القاهرة لإعادة هذه الحكومة إلى غزة وبالفعل وافق حماس على عودة هذه الحكومة إلى غزة، لكن وضعت العصي في الدواليب مرة أخرى وفشلت. فبالتالي يعني لا نفترض أن أي جهد ربما يعني سيكتب له النجاح في ظل هذه الانقسام المستمرة، حتى لو كان هنالك خيار بتشكيل حكومة تكنوقراط بدون توافق وطني بين فتح وحماس لن يكتب لها النجاح. نعم، الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.